وبدأنا معاكم أول الحلقة وفقرة اسأل جدتي. اسأل جدتي هتكون معايا فيها نونة، أحلى جدة في الدنيا وأعظم جدة، الخبرة كلها، كلنا محتاجين الجدة في البيت هتدينا الخلاصة. كنت دايما بقول يا نونة إن لما تديني نصيحة وأنا صغيرة بكبر، بس لما كبرت عرفت قيمة الجدة وعرفت قيمة النصيحة طبعاً. وهو ده اللي احنا هنتكلم من رسائلكم، الايميلات اللي جات لنا، وكمان من الصفحة الكلام اللي انتوا بعتوه والأسئلة اللي اتكلمتوا فيها هنتكلم فيها النهاردة. والحلقة هتكون عن الأسرة والعادات والتقاليد بتاعتنا والأصول. الأصول يا رب، يا رب يدينا الأصول دايما يا رب. هقولك الأكلة بتاعتنا الأول وبعدين نخش بقى إيه في الموضوع بتاعنا. هنعمل النهاردة الفراخ المشوية بالخضروات، وزي ما حياتك عارفة يا نونة إن إحنا بعد الولادة دي الموسم بقى بتاعنا الجديد. هيكون العيلة والأصحاب، ومفيش أحلى من العيلة والأصحاب في لمة السفرة بتاعتنا. طبعا هنعمل وصفة سهلة هتكون من الخضروات اللي عندنا، البروكلي، الجزر، الكوسة، البصل، فاصوليا، والفاصوليا البيضة، ومعانا الفراخ بالظبط، والمرقة بتاعتها طبعا مع الزيت والليمون والثوم. قولي لي بقى يا نونة، زمان ايه هي الاصول بتاعت واحد اعجب بواحدة حب يخش البيت من بابه وعايز يتقدم؟ ايوه هيعمل ايه؟ ده بيبعت رسائل كتير قبل ما يخش يتقدم. نبعت حد من الاهل يكون محبب للعيله، تمام، ويا فلانه احنا عايزين نناسبكم لان انتوا عيله طيبه وحبايبنا ونفسنا نعمل عيله مع بعض اسره، وابني عاوز يناسبكم كده، فيخش ناخد ميعاد ويجي. وكل الام والاب والعيله، الاخت، كان اخت جوزها كان مهمه جدا. هي المرسال، هي المرسال، وتيجي بقى يتقابلوا كلهم مع بعض، وبعدين العروسه بقى تشيل صينيه الشربات او القهوه وتخش، بس عشان ايه؟ مش تخش انها معروضه كده، كانوا بتتكسف طبعا، مكسوفه وموطيه وشها كده، مش بنات بكحه زي دلوقتي. ما فيش المنظر ده، فكانت البنات عندها حياء. فاحنا اول حاجه هنتكلم فيها الحياء. الحياء صح كده؟ حياة، ولازم تبقى لابسة متحشمة، لا هدوم مقطعة ولا الهدوم الموضة اللي طالعة دي. الموضة الفاشلة دي أنا بقول لكم ازعلوا مني زي ما انتوا عايزين، دي موضة الغلابة، معلش، بس أنا إيه، بحب الست تبقى إليجنت كده، حلوة وشيك وتبقى محترمة، مفيش حتة من جسمها بتبان للراجل خالص، يبقى نفسه بس يشوف طرطوفة، دلوقتي شايف كله، مفيش مشاكل. بس بقى ده طبعا دي عادات سيئه جدا، ولازم يعني ترجع للاصول. شياكه كده، كان كله جميع الناس مقفله كله، بس حلوه قمر. بس زمان ما كانش فيه تحرش يا نونة. لا 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 لا، في لا لا لا، كان الصبيان مؤدبين جدا، وكانوا يعني يخافوا على البنات. السكرتات الحلوه جيبه كده حلوه وبتاع حركات، ما كان احنا لما يمشوا يقول يا خبر ابيض، ما فيش حد بيحجز حد، لان انا مش حلوه ولا ايه؟ العيال مش حلوه، كنا نزعل ان احنا مش حلوين ازاي يا راجل، محدش بيعكسنا. لا كنتوا امارات، بس هم كانوا مؤدبين، ادب الشباب وبتوع ربنا، وكان ربنا مبارك لهم، زي يقولك دي اختي، دي زي امي، زي يعني بيخافوا علينا. صح والله العظيم، احنا عندنا شغالين كانوا رجاله، وكنا نقدر نقف الشباك، كان يخش السفرجي يبهدلنا، العيال نوبيين سود مربينهم. ازاي واقفين في الشباك وشاب وجدع ماشي في الشارع يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ قله الادب، احنا ما عندناش حد يبص بالشبابيك، يروح مقفل الشبابيك. شفتي بقى؟ وابن مين اللي راجل يعدي من قدام الفيلا؟ يا وقعته سودة، ما كانش من الشارع، من الفيلا اللي جنبنا. ايوه نهاره مش فايت. فكان في حياء، حب وفيه أدب. يجي بقى ويتقدم. طيب دلوقتي واحد جاي حب يجي ويتقدم، بيخشوا على طول عندكم؟ طبعا. ويقولوا بقى احنا عاجبنا فلانه، عايزين مثلا كذا كذا، والبنت تشوفه في قبول، نديهم زياره ثانيه، تمام، علشان يتفاهموا، يبصوا كويس، نأكد المعلومه حلوه. ايوه وشافوا بعدين قعدهم حبه، بس ما فيش حد يقعد لوحده. ايوه هي ولا يا حد مننا يقعد. أيوة. حد من الصبيان الصغيرين اخوها يقعد، او حد لازم حد معاهم. ايوه ايوه احنا عارفين الاخ الصغير يعني اللي بيتمرمط مع الدنيا دول، او اختها الصغيره، لازم خارجين بره، يطلعوا بره، يا ويلو لو مسك ايدها، مفيش مسك ايد. طب يعني والكورنيش بقى والحاجات دي، انه الحب يعني وكده، يروح فين؟ طيب لا دي لازم يحسوا ببعض، ده بعد الخطوبه بقى. لما نقرا فاتحه يلبسوا بقى الدبل، يلبسوا الدبل، ويبقى ايه اشهار ان ده العريس عننا، تمام، نبتدي نديهم مساحه عشان يعرفوا بعض. يخشوا بقى، ياخدها بقى ايه، برضو معاهم الرقيب، لازم حد بيبص عليه الرقيب، لازم. هتقولي لي هتقولي لي بس والله الولاد كانت حلوه زي الفل، والرجاله كانت بتخاف على البنات، والبنات جميله زي الفل. بس دلوقتي شبابنا حلو والله،
والله نأمل في الله خيرا، مش حلو قوي يعني، بس احنا نقول يا رب يا رب يرجع زي الحب بتاع زمان بالظبط والادب بتاع زمان. طب ده بقى يرجع بايه؟ مش بالكبار ان هم يلموا العيله؟ طبعا العيله تاني ويعرفوا. ما هم بييجوا، ما طبعا بص اقول لكم حاجه، البيت اللي ما فيهوش جده ما فيهوش خبره. الجده كانت بتقعد الحارس الامين للولاد، اللي يعمل غلط وامه مش واخده بالها منه تعالى هنا الغلط ده ما تعملوش تاني، وبادب، وكانوا بيعبدون عباده ويتمنوا رضانا. انما العيال دلوقتي تنده عليه يعمل لك بيده كده ويعمل لك بيده كده، مش عارفه اللي جرى يا جماعه في انا مش عارفه بتكلم غلط ولا صح. لا صح، انا معاكي في ده، بس انا احب اللي ملوش خير في اهله. لا اللي الناس الكبار دول البركه في البيت طبعا، والله العظيم. يا نونا احنا شباب، يا نونا انت شباب يا نونا. كبار كان إيه؟ ابويا الله يرحمه كان جدتي كان بيعبدها، كانت تركيه قمر، وكانت تقول له عبد العزيز بيه، ما حدش ينده بالاسامي، يقول لها نجاليه جميله هانم. لا يعني احنا عايزين نتكلم على العادات بتاعتنا، اللي هو الشياكه بتاعت كل بيت مصري اصيل. ما هو مش ده مش الفكره لا. بغض النظر ايه الطبقه بتاعتنا، احنا كلنا لا كنا عاديه ما كناش لا ما يعني لا عندنا قصدي عاداتنا اللي هي ما بتطلعيش من الاوضه بقميص النوم. لا 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 خالص يعني، ودي حاجه حضرتك لا لا لا. اللي معوداها البنت. لا 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 قميص النوم، قميص النوم ده لاوضه النوم، بيجامه لاوضه النوم، تقول لنا شياكه كلنا ننام اول ما نطلع زي ما نكون مأجرينها نسيبها. انت بنتي مأجره الفستان تقلعي البيجامه دي البسي، طب ما نفطر. لا لازم نقعد على السفره كلنا شيك ونضافه، والفطار بقى كلنا مع بعض ده لازم لازم والله لغايه دلوقتي. اصل دلوقتي بقى نونا كله ماسك الموبايلات، ده لا ده لا لا والتلفزيون بقى على طول مش مجمع حد. تدمير الشباب الرائع اللي عندنا ده، ده احنا عندنا شباب ثروه مصر، دول لازم يبطلوا العادات السيئه. ايه الموبايل ده؟ انا اخويا في امريكا يقول لك ما نمسكش الموبايل ده الا للحاجه الامرجنسي، حاجه يعني ضروره مصيبه حصلت، انما طول النهار كده وبالليل كده ايه ده في ايه؟ صح. اولا مضر جدا على الاطفال، مضر جدا على الكبار، بيذهب المخ وبيخلي العيال ما عندهمش تركيز على فكره. طبعا العيال بقت عندها هبل والله العظيم. اضحكوا عليا انا نونا، بس انا بقول حقائق. كل واحد ما بقاش فعلا مركز، ما فيش تركيز، تكلمه والموبايل في ايده. انت نونا كنت لا ده حتى إيه؟ الراجل ومراته قاعد ماسك التليفون 24 ساعة وهي ماسكة التليفون، مفيش ما بينهم أي تواصل. ومن هنا هنتكلم بقى صح، من هنا بدت حكاية الفشل في العلاقة الزوجية. صح، مفيش وقت الراجل بيديه لمراته، ولا الست فاضية تعمل حاجة والموبايل في ودنها كده. ازاي كده يا جماعة؟ الحياة حلوة جدا جدا جدا، وربنا ادانا جمال ملوش حل. ازاي؟ فعلشان ننجح الحياة لازم بينا حب، الحب في الأسرة أول حاجة. صح، بيعمل معجزات. صح، الراجل يسعد مراته والست تبقى ذات تسعد جوزها، ومت... والاحترام، الاحترام المتبادل. صح، الاحترام الاحترام، ما يقول لها إلا بكل الأدب الكلام الحلو، وهي تسمعه الكلام الحلو. هنا مش يقولوا بس شوية على الشواية أنت إيه وأنا إيه، لا 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 لا، من فضلك يا حبيبي أعمل لك كذا، حبيت ايه يا حبيبي اعمل لك كذا. لا ما بقاش فيه دلوقتي. لا تقولي له 85 مره، ما اعرفش ليه 85، بس جدتنا قالوا لنا كده 85 مره يا حبيبي. طب تجيبيها ازاي؟ هيصدق؟ طيب هيصدق طبعا، انت هتخلقي عنده حب. صح، لما كنت ما تسمعيه يا حبيبي يا حبيبي هتبقى في ودنه، يعني الراجل البارد هيبقى لذيذ اهو. يا جماعه اسمعوا النصايح. والله النصايح والله ده حقيقي، يعني ما انا بقول يعني الكلام ده حقيقي جدا. اقعدي شويه يا حبيبي، اقعدي ريحي. ان احنا نقول ايه حبيبي؟ اجيب لك ميه حبيبي، هنشرب قهوه، ايه رايك نشرب سوا؟ مش انا داخل اعمل قهوه، ايه رايك النهارده نطلع نقعد في البلكونه كده قدام الجنين والمنظر الحلو ده، توري له منظر حلو، تغيري له المكان. صح، وتبقي ست متغيره، نظبط العلاقات احنا حبينا العلاقات حلوه بينكم، الحياه تنجح. دلوقتي يا حبايبي 25,000 حاله طلاق في الشهر، ده مصيبه. صح، دي مصيبه حطت علينا. صح، والله ايامنا لو واحده اتطلقت كان اكن يوم يوم وفاه. طب بذمتك، بذمتك مش مصيبه نونا، مش بذمتك لو هي بتطبخ له طبخه زي الحلوه اللي احنا عاملينها دي. لا وما تنسيش تحط صوابعها فيه. صح، وحط صباعي اهو فيه كده. احنا شوينا الفراخ، حطيت شويه كوسه عشان اشويها. حطينا هنا الخضروات بتاعتي كلها مع شويه ثوم، ملح وفلفل وكمون، والريحه تجنن. اوكي ايوه اهو،
عارفه لما الاقيكي بتعملي كده هيقف جنبك اعملك ايه يا حبيبتي اساعدك ازاي. اه احنا كلنا كنا متخيلين ان الجواز هيبقى البس المريله واقف اطبخ بقى لا 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 و... ونانسي عجرم وكده. والله انا كان عندي الطبخ بس لقينا الموضوع قصه ثانيه. جدي كان دكتور ويقول لي مش هاكل الا من ايديك. ده انا لو اديته كوبايه ميه يدن يشكرها عليها نص ساعه. اقول له ما انا ما عملتش حاجه. قال لي كفايه انك قمتي وجبتي لي كوبايه ميه من ايديك. سامعين يا شباب يا حلوين ما شاء الله زي الورد. ما بيحصلش شباب زي الورد بسم الله ما شاء الله. هنا يا جماعه لازم يحصل البك. والله ده حقائق ما بكذبش. ولذلك كانت حياتنا انا عشت معاه 50 سنه ها عمري ما نزلت دمعه من عيني ولا غضبت. رحت بيت اهلي وكحب كان جميل وعملنا اسره. لا دلوقتي احنا مجهزين الشنط اصلا. الستات مجهزه شنط على الباب. لا لا امي ما كانت تحب عشان لو قال كلمه تاخد الحاجه وتطلع تجري. لا 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 عشان كده في فشل. ايوه الامهات بتثبت صح والجدات بتثبت بتيجي تحكي لك قصه انا زعلانه. بس في ستات مش كويسه برضو خلي بالك يعني في امهات والله. او كده يقوموا. لا ما هو عشان كده ايه بقى صح فيا امهات اللي بتقوموا. كنا جدات صح. لما تقول ايه امنا علمتنا حاجه يا جماعه ان الراجل ده قيمه قيمه. عارفه يعني ايه قيمه؟ يجي ينور البيت. لا حلقه الراجل دي نقولنا هنسيبها بعدين لو سمحتي. بس انا هعمل واحده للست وهعمل واحده للراجل وهعمل واحده نربط ما بينهم هما الاثنين واحده نقطع العلاقه. لا بس انا عايزه الحته بتاعت الام دي انها مفيده جدا. الام هي اللي بتثبت البنت في حياتها صح. تيجي تقول لها يا رب ما يحرمك من دخله الراجل في البيت. ده كلمتك المشهوره. شوف وانا دي بقولها لاولادي كلمتك المشهوره. لما تيجي تقول لي اصل بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل ارجوك بصي بقى ربنا ما يحرمك منه ولا يحرمك من دخلته عليك. الراجل ده حاجه كبيره جدا. وكنا نفرح لما يخش البيت الراجل ابونا نجري نبقى محتارين نعمل ايه. صح صح. دلوقتي ده جه يا خبر اكنه مصيبه جه البيت. ده كنت اخش قبله يا حبيبي ده انت جيت نورت البيت. صح صح يا حبيبي ده انت جيت نورت البيت بالظبط زي الشباب اليومين دول ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اكبر كده. يعني انا دلوقتي هم الرجاله عايزه تطلع تهرب مع ما بيسمحش كلمه حلوه في بيته. طب يا جماعه معلش بقى خلاص انا هطلع فاصل هنفض الموضوع ونحط الوصف على بعضها. كلمه حلوه في بيته. نطلع فاصل. ما بيصدق يهرب الهروب الكبير. شفتوا شفتوا دي قصه أي تانيه. اي بنت تضحك عليه تقول له كلمتين حلوين يا حبيبي يا روح هيجي وراها تروح واقعه يجري وراها ما ينفعش ويتجوز ويتنيل بنيله وتروح انت في داهيه. صح الست تروح في داهيه. لا لا اوكي كده ويخرب بيته قبل خراب البيوت بقى. اوكي هنيجي نقول احنا عملنا الفراخ المشويه شويناها وبشوي الكوسه وحطينا هنا المرقه مع الخضروات والثوم والتوابل بتاعتنا. وريحه الثوم تجنن. شفتي يا نونا نطلع فاصل ونرجع بقى ونواصل نكمل نحط صوابعنا في صوابعنا فيها نكمل عوامل عمال ايدينا. يلا لما تحطي سمك في الاكل بيخلي الاكل سكر. اوكي يخلي الاكل سكر.